النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم سالت أجواء دافئة بشكل لافت، حارة إلى حارة نسبيا في العديد من المناطق، خاصة في منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة. هذه الأجواء ستستمر خلال الأيام القادمة مع اشتدادها يوم الثلاثاء، حيث تبلغ الأجواء الحارة ذروتها بإذن الله. مع هذه الأجواء الحارة يتوقع أيضا أن تنشط الرياح المثيرة للموجات الغبارية خلال الأيام القادمة. أيضا سنستعرض تفاصيلها خلال هذه النشرة، لكن لا بأس أن نبدأ نشرتنا باستعراض المحاور الرئيسية التي سنتحدثها، وهي الأجواء الحارة المتوقعة في أغلب المناطق بسبب كتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الإفريقية وحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي توقع أن تؤثر على المملكة خلال هذه الليلة وخلال الليالي القادمة بإذن الله. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح خلوع عموم مناطق المملكة من الغيوم، لكن تتحرك تدريجيا هذه الغيوم من الأراضي المصرية باتجاه المملكة خلال ساعات المساء ستصل. هذه الغيوم هي عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، ستعمل على هطول زخات محلية وخفيفة من الأمطار. نذهب الآن ونتحدث عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة. يوم الاثنين تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الإفريقية، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. أيضا درجات الحرارة تبقى مرتفعة خلال ساعات النهار وأيضا خلال ساعات الليل. يوم الثلاثاء بإذن الله تبلغ هذه الأجواء الحارة ذروتها مع اقتراب لمنخفض جوي خمسيني يدفع بالمزيد من الرياح الجنوبية الغربية الحارة نحو المملكة. درجات الحرارة سترتفع بشكل إضافي يوم الثلاثاء لتبلغ كما ذكرنا الأجواء الحارة ذروتها مع نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والغبار والمثيرة للموجات الغبارية خاصة في المنطقة الشرقية والجنوبية من المملكة، لكن سرعان ما ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ومتسارع اعتبارا من ليل الثلاثاء مع اقتراب لكتلة هوائية باردة وابتعاد هذه الكتلة الهوائية الحارة. لذلك ينبه من الفروقات الحرارية الكبيرة يوم الثلاثاء بين ساعات النهار وساعات الليل، حيث ساعات النهار يتوقع أن تسجل العاصمة عمان درجات حرارة تلامس 30 درجة مئوية، لكن خلال ساعات الليل تنخفض بشكل كبير لتلامس 10 درجات مئوية فقط، وبالتالي هناك 20 درجة كفرق حراري بين ساعات النهار وساعات الليل. نستعرض الآن وإياكم الأنظمة الجوية المسببة لهذه أو لهذا الاندفاع الحار من الصحراء الإفريقية. نستعرض في هذه الخريطة، حيث يوم الثلاثاء بإذن الله المنخفض الخمسيني يتحرك باتجاه جزيرة قبرص، تندفع خلفه هذه الكتلة الهوائية الباردة. لكن قبل وصول هذه الكتلة الهوائية الباردة والجبهة الهوائية الباردة المرافقة له، تندفع نحو المملكة رياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية قد تلامس 100 كيلومتر في الساعة في المنطقة الجنوبية، البادية الجنوبية والبادية الشرقية، حيث يتوقع في هذه المناطق تحديدا مناطق شرق وجنوب المملكة أن تتشكل موجات غبارية قد تكون قوية وتتدنى الرؤية الأفقية بشكل كبير خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء بإذن الله. أيضا بالمقابل تنشط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية في شبه جزيرة سيناء، تعمل على إثارة الأتربة والغبار. هذه الأتربة والغبار ستتحرك أيضا باتجاه المملكة ليكون الطقس أيضا مغبر في المنطقة الشمالية والمنطقة الوسطى، بالإضافة لباقي مناطق المملكة التي تشهد أصلا هذه الموجة الغبارية وهي المنطقة الشرقية والجنوبية بإذن الله. نتحدث الآن عن الفروقات الحرارية الكبيرة بين نهار يوم الثلاثاء وليل يوم الثلاثاء على الأربعاء، حيث يتحرك كما ذكرنا هذا المنخفض الجوي من الأراضي المصرية، حيث كان منخفض خمسيني ليتحرك نحو جزيرة قبرص والأراضي التركية ويتحول إلى منخفض شتوي جبهي، وبالتالي تندفع خلفه هذه الكتلة الهوائية الباردة نحو المملكة وتبتعد هذه الكتلة الهوائية الحارة التي كانت تؤثر على المملكة خلال ساعات نهار يوم الثلاثاء، وتصل هذه الكتلة الهوائية الباردة خلال ساعات ليل الثلاثاء على الأربعاء، وبالتالي تنخفض بشكل كبير درجات الحرارة. كما ذكرنا هناك 20 درجة مئوية كفرق حراري بين نهار يوم الثلاثاء وليل يوم الثلاثاء، وبالتالي ينبه من هذا الانخفاض الكبير
ويوصي طقس العرب بأخذ الاحتياطات اللازمة من التدفئة ولبس الملابس المناسبة لمثل هذه الأجواء. نذهب الآن وإياكم لخرائط توزيع الأمطار اللي نتحدث فيها عن حالة ضعيفة من عدم استقرار الجو المتوقع أن تؤثر على المملكة خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القليلة القادمة. ليل الثلاثاء الأحد على الاثنين تتحرك كميات من الغيوم من الأراضي المصرية باتجاه المملكة، تعمل على هطول زخات خفيفة ومتفرقة وعشوائية من الأمطار، تستمر فرصها خلال ساعات نهار يوم الاثنين وأيضا خلال ساعات ليل الاثنين على الثلاثاء، وتستمر أيضا فرصها خلال ساعات نهار الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء. لكن كما ذكرنا هي عبارة عن حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ذات طبيعة عشوائية، أي أن المناطق التي تشهد هطول زخات الأمطار ستكون الأمطار خفيفة بشكل عام وأيضا غير معروفة أو عشوائية الطابع كما ذكرنا. فرص الأمطار كما ذكرنا تستمر حتى يوم الأربعاء قبل وصول الكتلة الهوائية الباردة المرافقة للمنخفض الجوي. نستعرض الآن وإياكم التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال ثلاثة أيام. يوم الاثنين 24 درجة مئوية، درجة حرارة مرتفعة على المعدلات مثل هذا الوقت من العام، فرصة لزخات من الأمطار كنتيجة لهذه الحالة الضعيفة من عدم الاستقرار الجوي تستمر فرصها خلال ساعة الليل من 19 درجة مئوية. يوم الثلاثاء ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير، درجات الحرارة تلامس 30 درجة مئوية في العاصمة عمان مع نشاط كبير في سرعة الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للأتربة والغبار. يوم الثلاثاء تصل الكتلة الهوائية الباردة، تنخفض درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية فقط مع فرصة لزخات من الأمطار وانتشار لكميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع. يوم الأربعاء تواصل درجات الحرارة انخفاضا لتسجل 15 درجة مئوية مع نشاط في سرعة الرياح وفرصة لزخات من الأمطار، أما ليلا أيضا تنخفض لتسجل 8 درجات مئوية مع فرصة لهطول زخات من المطر. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مجمع الملك الحسين للأعمال.